معنا اليوم سيارة أكرول تي إل إكس الجديدة كلياً، ورح نوريكم شنو مميزات السيارة في أداها الرياضي وفي الأمن والسلامة. سيارة أكرول تي إل إكس الجديدة أول سيارة صالون تميز بناقل حركة 9 غيارات، هي سيارة دفع أمامي وأول ويل ستيرينج، العجلات الخلفية تلف مع الأمامية، يعني مثلاً إذا لفيت أنت يسار تشوف أن العجلات الخلفية تلف معك يسار، وهذا شنو يعطيك امتيازات؟ أنه يغير في الألايمنت مال السيارة. طبعاً أحد المميزات وأحد الخصائص للرود سيفتي اللي بالسيارة الـ ABS، طوروا السيستم هذا اللي يعطيك المجال أنك أنت تضغط بريك نفس الوقت اللي تلف، يعني مثلاً السيارة قدرت توقف وقدرت تلف نفس الوقت. في شيء إذا فعلته طبعاً دقمة هنا اللي هو يقيس لك أنت إذا ماشي على الشارع، عندك مثل لين مونيتور ورادارات يقيسون بعدك عن الحارة اللي أنت فيها، فإذا بعدت عن الحارة أو صحيت أو شيء لا قدر الله، السيارة تعطيك إشارة يا أما في السكان تذكر أو بالحزام يشد عندك ينتبه السايق. في نظام تثبيت السرعة المتكيف اللي هو ACT اللي من خلاله تقدر تتحكم في الكروز كنترول، تثبت سرعة السيارة في سرعة السيارة اللي أمامك، بحيث إنك ما تضطر إنك تشغل وتطفي الكروز كنترول أكثر من مرة، فهو يحسب سرعة السيارة اللي قدامك من خلال الرادارات والسناسر اللي موجودة في أمام السيارة، نظام الإنذار عن طريق البريك. إذا فعلت السيستم هذا السيارة من خلال هم الرادارات والسناسر اللي موجودة قدام السيارة تعطيك إنذار، وإذا ما استجبت حق الإنذار السيارة تضغط على البريك وتساعدك إنك أنت تتجنب الحادث هذا. طبعا المحرك 6 سندر V6 3.5 لتر دايركت انجكشن، هذا هم من الاشياء اللي أكرة استعارتها من عالم السباقات، وسيارة تسارحها من 0 إلى 100 كيلومتر في 6.9 ثواني، واللي يخليها من السيارات السريعة في السيارة هذه.